بين ضاحية عبد الله السالم والجهراء مسافة لا تتجاوز 40 كيلو متر، ولكن هذه المسافة القريبة لم تكن كافية على ما يبدو لتوحيد الأنشطة بين المنطقتين. فالماراثون العائلي الذي منع في الجهراء أقيم في ضاحية عبد الله السالم على مرحلتين، الأولى للشباب والثانية للعوائل. ماراثون الضاحية انضمته جمعية الضاحية والمنصورية تحت عنوان الصحة للجميع، وقد شهد مشاركة واسعة بلغت 500 متسابق ومتسابقة وسط إشادات بمستوى التنظيم وأجواء التنافس. اليوم هذا المهرجان الرياضي نقيمه لأول مرة في تاريخ الضاحية، عبارة عن مهرجان الصحة فقط ونسميناه الصحة للجميع. وهذا المهرجان مشاركين فيه عدد 500 متسابق، هذا الحد الأقصى وصلنا له اللهم لك الحمد، بالإضافة إلى غير المشاركين اللي يوم من غير التسجيل. اليوم هذا قبل بداية اللهم لك الحمد، مثل ما تشايفين نجاح باهر. المهرجان على فئتين، الفئة الأولى فئة الشباب والفئة الثانية هم فئة النساء والعوائل. السباق بدأ بالوقت المحدد واختيارهم يوم السبت كيوم إجازة، والوقت الصبح والشوارع كانت مسكرة، تم إغلاق الشوارع إغلاق تام، فهذا كله يعني أدى إلى إنجاح الماراثون. وأكيد يعني كأول ماراثون تقيمه جمعية الضاحية والمنصورية كان نجاح جميل جدا، والتنظيم كان رائع بالنسبة لأول ماراثون. انتهى هذا السباق الجميل دون حدوث أي خدش للحياة العام، دون إساءة للدين، دون إساءة للعادات والتقاليد، وهذه رسالة مجتمعية أطلقها كل المشاركين اليوم في مثل هذه السباقات. وتعالوا نزلوا معنا، شاركوا معنا، شوفوا المجتمع، شوفوا أهلكم وأهلنا وأخواننا وخواتنا شلون يشاركون في أجواء رياضية مشتركة محترمة يسودها الاحترام المتبادل ما بين الجميع.